احنا بالتفصيل الاثبات بتاع الكوندكشن ايكويشن ولكن في البلاك هول بس تمام. وهي دي الوحيده اللي لو عايز منك اثبات او في بدايه المساله قال لك اثبت مش هخليك تثبت غير دي تمام. طب في السلندر ده شكل الايه؟ شكل المعادله. وزي ما قلنا ان الهيت كوندكشن في السلندر بيكون يا اما في الراديال يا اما في السيتا يا اما في السلندر على طول الايه؟ على طول الماسوره على طول السلندر تمام؟ ده شكل المعادله بتاعتك قد ايه موجوده في بيتش 4. هو الدكتور قال لكم هيديكوا الداتا شيت ولا لا؟ اه اصلا مش عارف انا لسه ما عرفتش حاجه تمام ايه؟ خلاص تمام. المهم ان الايكويشنز دي كلها هتلاقيها موجوده عندك في الايه؟ في الكتاب اصلا مش هتحفظها فاهمني؟ فدي برضه هتلاقي برضه نفس الكلام في السيلسفير هتلاقي في الراديال هتلاقي في السيتا في الفاي في الايه؟ في السيتا تمام؟ طب اول حاجه يبقى عايزه منك في حاله ثابته ان انت تعرف الدبريشن ديستريبيوشن اللي موجود جوه الوول او جوه السلندر او جوه السفير في حاله ان انا خلاص السيلي ستيت ما عنديش تغير بالنسبه للزمن او ما عنديش ستورج في الانرجي في الوان دايمنشن ومن غير هي جنريشن. دي اول كيس موجوده عندك مش هتتغير تمام. فزي ما قلنا المره اللي فاتت في البلان وول ان خلاص هنغير كل التيرمز دي وهنساوي الترم ده بالزيرو. هنكامل لاول ريفيتي سي 1 بعد كده هنكامل مره كمان يبقى سي 1 اكس بلس سي 2. بعد كده بنبدا نكمل نشتغل فين؟ في الباوندري كونديشنز بتاعتي ان عند اكس بيساوي صفر درجه الحراره بتساوي تي 1 تمام؟ هنعوض فين؟ هنعوض في المعادله الرئيسيه دي يبقى تي 1 بتساوي سي 1 0 خلاص مش موجود عندي وسي 2 بتساوي ايه؟ تي 1 وعند اكس بتساوي ايه؟ ده الاكس اهو عند اكس بتساوي ايه؟ درجه الحراره بتاعتك هتساوي ايه؟ تي 2 هعوض في المعادله هنا بايه؟ يبقى اهو يبقى تي 2 بتساوي سي 1 في ايه زائد سي 2 اللي هي بالنسبه لي كام؟ في تي 1 يبقى سي 1 سي 1 بتاعتي هتبقى تي 2 بس سي 1 على الايه؟ دي كده المعادله الاساسيه اللي هو ممكن يتقال في اي مساله هتلاقيها في ايه؟ هتلاقي المساله دي او هتلاقي القانون ده موجود عندك بتساوي تي 1 يبقى تي 1 بيساوي سي 1 بين ار ايه زائد سي 2 بعد كده نفس الكلام على الار اوت يبقى تساوي تي 2 لو حليت بقى انت المعادلتين دول مع بعض مش فاضي او مفهوم مني ولا لا لا بس الحاله دي مش مكتوب منك بس انا بقول لك ازاي بتتجاب حتى القانون ده موجود عندك في الكتاب هتلاقي ان تي ار درجه الحراره هنا في الديستريبيوشن اللي هتلاقيه موجود جوه السلندر بيساوي تي ان ناقص تي ان ناقص تي اوت في لين ار على ار اي على بين ار اول وار اي ده بالنسبه لك بس الفاريبل اللي انت بتعوض فيه تمام؟ طب نفس الكلام هيتعوض هيشتغل فين؟ دي الار فاريبل بتاع اللي انت بتغير فيه عشان تقدر تشوف عند اي نقطه الار على اي نقطه يبقى تمام؟ طب نفس الكلام ده في السفير هاخد اول الترم ده بس طبعا هو انا برضه نفس الكلام وان دايمنشن ما عنديش جنريشن وبرضه سي سي هو كله كده؟ اه دي اول كيس عندي هتلاقي الكيس بقى المره الجايه لما نشتغل على ايه جنريشن الكيس ده تختلف شويه وبرضه ايه؟ طب في المنهج عامه في 3 دي يعني ممكن اعمل لك لا 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 هو الشغل كله يبقى كده تمام؟ هناخد اخر ترم ده وهنسوي له السيف برضه بقى هنطيه هنطيه مع الصفر وهبدا اكامل سي 1 وهودي السي 2 دي الناحيه الثانيه هكمل التكامل الثاني هتبقى ميجا سي 1 على ار بلس سي 2 ونفس الكلام عند ار ايه؟ بتساوي تي 1 وعند ار اوت بتساوي تي 2 هتستنتج معادلتين وادي المعادله الاخيريه دي طبعا دي دول طبعا معادلتين في متغيرين اهو لو حليتهم مع بعض فعلا هتطلع معاك ايه؟ الايكويشن دي هتلاقي الثري ايكويشنز دول علشان ما تستنتجش في الامتحان ما تجيش تقول ايه طب انا الديفرنشال سوليوشن بتاعتي كام خلاص هتفتح الكتاب بتاعك عندك اهو بصوا اهي ركز هتلاقي الكتاب عندك جدول اهو في الثلاثه ديستريبيوشن فانكشن دول يبقى عندك مساله في الامتحان في الداتا بوك في صفحه 9 تمام الكلام ده مفهوم؟ مفيش
جبناه في الاخر هو ماينس تي اس اي تي 2 ناقص تي 1 او تي 1 ناقص تي 2 على الايه تمام اللي هو الشغله دي. واستنتجنا منها ان السيرفر ريزيستنس بتاعتنا دايما هي تقل على الكيبيتال. الكلام ده او السيرفر ريزيستنس دي مش هتطبق بس هنا على البلان مود. طب ايه اللي هيحصل لو الشغل بتاعنا سبندر او احنا سفير؟ شكل السيرفر ريزيستنس دي بتتغير ليه؟ لان انت هنا كنت الحراره هنا بتمشي في بلان المساحه بتاعته ثابته. يعني المساحه هنا زي المساحه هنا المساحه كلها ما بتتغيرش، لكن انا عندي هنا في البلان بتاع السلندر المساحه هنا بتتغير على الارض. فمش هقدر اقول لك ان انا عندي مساحه ثابته زي دي كده تقل على كيف اريا وخلاص، لا لازم تكون عندي حاجه في ايه؟ بتكون فانكشن في الار ان والار اوت. طب تعالى نستنتج القوانين بتاعتنا. القانون بتاعنا بيقول ايه؟ هو قانون فريير الطبيعي جدا بتاعنا اللي هو ماينس كيف اريا في دي، ولكن هنا تبقى ايه؟ دي ار مش ايه؟ مش دي اكس. تمام؟ طب الاريا موجوده عندي هنا بتاعت السلندر هي عباره عن ايه؟ محيط القاعده في ارتفاع 2 باي ار في ام تمام؟ في دي دي ار. هودي دي ار الناحيه الثانيه وهقسم على الار دي عشان ابدا اعمل ايه؟ تجاوب. هنا بالنسبه للدي ار وهنا بالنسبه لايه؟ للدي تي. طبعا الار من ار ان لار اوت والار ان والار اوت هيبقى قدام دي 1 ايه؟ دي 2. هبدا كامل يعني واحد على الار هتساوي ايه؟ لان ار لما تيجي هنا هتلاقي عباره عن ايه؟ هتبقى واحد على لين هتبقى لين ار اوت ناقص لين ار ان. طبعا انتوا عارفين في الطرح بيحصل ايه؟ بقسم انا المعاملات جوه لين تبقى لين ار اوت على ار ان بتساوي طبعا ده تكامل عادي فنكتب 2 باي ان في 2 ناقص تي 1 النكتب دي هندخلها جوه تبقى تي 1 ناقص تي 1 ناقص تي 2 وهودي ده الناحيه الثانيه هنا تلاقي المعادله بتاعتك بقت ايه؟ بقت تي ار بتساوي الدلتا دي على لين ار اوت على ار ان على 2 باي كي في ان تبقى هي دي بالنسبه لي ايه؟ السيرف ريزيستنس بتاعتك مفهوم؟ هات مش فاهم ده؟ طب هنا في حالة بتاعت السفير نفس الكلام بعمله بقول له ان الكيو لكن هي برضه في الكيو ار نفس الكلام ماينس اي ماينس كي اي فانكشن تي فانكشن ار اللي هو قانون فريير العادي. الاريا موجوده عندي هنا هي 4 باي في ار سكوير اللي المساحه بتاعت الكوره بتاعت السفير. ببدا اعمل برضه نفس عمليه التكامل اودي الدي ار الناحيه الثانيه واقسم على الار سكوير. تكامل واحد على الار هي عباره عن ماينس 1 على ار. واحد على الار اوت موزوع على الار ان بتساوي نيجاتيف 4 باي كي تي 2 ناقص تي 1. تمام؟ خلاص طبعا هنا بقول ايه؟ بوحد المقيمات ار اوت وار ان وار ان ناقص ار اوت وبقسم عليها الناحيه الثانيه. تمام؟ بستنتج القانون في النهايه بتاعي طبعا انا لو خدت هنا النيجاتيف عامل مشترك وضربته فوق فهنا اتغيرت بقت تي 1 ناقص تي 2 بقت هنا ار اوت ناقص ار ان على 4 باي كي ار اوت فار ان. بقت عندي الار سيرفر ريزيستنس في حاله السبيل هي ار اوت ناقص ار ان على 4 باي كي ار اوت ار ان. الكلام ده مفهوم؟ تمام؟ طب خلاص؟ ايه؟ اه في الكتاب هيديلك الكتاب اكيد يعني او هيبقى عندك في الايه؟ في الرساله او في الديوان يعني. تمام؟ لما دخلنا بعد كده في شابتر 3 المفروض والقصه بتاعت سيرفر سيرفر اللي احنا ابتديناها المره اللي فاتت ولكن ايه؟ ما يعني ايه؟ كنا كانت بسرعه كده. تاني على سيرفر سيركت وقلنا ان احنا نقدر نحول اي منظومه عندنا لاي لير موجوده اذا كانت 1 لير 2 لير زي ما احنا عايزين لمجموعه مقاومات حراريه ونقدر نقول ان الفرق ما بين اي درجات حراره على السيرمال سيركت دي على مجموعه المقاومات بتاعتها نقدر نحسب الايه؟ الهيت ترانسفير بتاعها. تمام؟ طب هو احنا ليه الاول بنشتغل على اللير دي؟ احنا المره اللي فاتت قلنا بسرعه ليه؟ ها؟ ايه؟ ماتيريالز مختلفة زي مثلا ايه مثلا؟ الكونكريت طبقات فعلا مختلفة. يعني
يعني اي سطح يا جماعه في المباني ما يبقاش بس خرسانه بس خرسانه. هتلاقي بعد كده في اخر دور انا عندي طبقات عزل كتير تمام. والاكتر كمان في العزل بتاع الديور العزل بتاع الحيطان. عزل الحيطان يا جماعه ساعات بيعملوه حاجه اسمها فيز تشينج ماتيريال. يعني ايه فيز تشينج ماتيريال؟ مثلا حاجه زي البرافين كده حاجه ممكن يحصل لها انصهار ولكن بليمك ولكن درجه حراره الانصهار بتاعتها مثلا 25 درجه مثلا بحيث يجي اشعه الشمس تسقط على الجدران يبدا يحصل بدل ما الهيت يخش جوه المكان لا تبدا تعمل ايه؟ تسيح البرافين ده فيعمل مثلا في فتره الذروه بتاعتنا مثلا اللي هي في العصر دي من 12 مثلا لحد العصر تبدا درجه الحراره جوه ما تعلاش مثلا غير خلاص الساعه 5 الساعه 5 يكون خلاص الشمس بدات ايه؟ بدات تروح. وعشان كده برضه انا ببقى عايز اعرف الكومبريشن ديستريبيوشن اللي موجود جوه الماتيريال لان انا لو ما وصلتش لدرجه الحراره جوه المبنى في البرافين ده لدرجه الحراره بتاعت المتر جوينت المنظومه كلها بتاعتي ايه؟ تبوظ تمام؟ فبتبقى بس بتاعت الكومبريشن ديستريبيوشن جوه المكان دي لازم تكون عارفها كويس جدا. طب في الحاله بتاعت السلندر التمبريتشر ديستريبيوشن بيكون مهم جدا في حاله العزل. كل مثلا الستيل بايبس اي حاجه اي فلويد مثلا عندي مثلا كوندنسر عندي حاجه كوتش جوه فلويد عايز احافظ على درجه حرارتها اذا كانت كولد او اذا كانت هوت على فكره لازم حته العزل دي بتبدا تخش معايا في القصه بتاعه اللير. او لو انا عندي مثلا ريزرفوير في السفير بالذات لو عندي بحفظ حاجه ايه في كولد وعاملها زي الكبسوله كده ببقى عايز انا ايه عايز اعزلها عزل تام. فعشان كده ببقى لازم اهتم جدا بالقصه بتاعت التمبريشن سوليوشن. ابقى عايز اعرف هو درجه الحراره بتاعتي دي الديستريبيوشن جوه هيبقى عامل ازاي؟ الكوندكتيفيتي اللي انا بحققها جوه الماتيريال كبيره صغيره تمام؟ فعشان كده احنا ابتدينا معاك في الشطر اللي فات انك تبدا فعليا لو انت عندك اي كيس اقدر اعرف التمبريشن سوليوشن بتاعي اقدر احسبه ازاي؟ درجه الحراره عند اي نقطه فين؟ بعد كده تبدا تديكوا بقى قصه السيمك سيمك. ان انا عندي في البلان وول اول حاجه عندي الهيت ترانسفير طالما في فرق درجات حراره بين الفلويد اللي هنا وبين درجه حراره السطح كي 1 يبدا يحصل ايه؟ كونفكشن. والار كونفكشن بتاعتنا هنا بكام؟ 1 على التيشير. بعد كده درجه حراره السطح بعد كده حصل علشان في اختلاف ما بين التي 1 وبين التي 2 على نفس السطح يبدا يحصل ايه؟ انتقال حراره تاني. يبقى ايه؟ عندي ار كوندكشن موجوده في ماتيريال الايه اللي هي عباره عن ايه؟ ايه اللي على الكيف اريا؟ الاريا هنا بتاعتي هي ايه؟ لا النورمال اللي عليه كده في الايه النورمال اللي عليه ده؟ في الويكس يعني ده لو قلنا ده هاي فده ايه؟ الويكس دي الاريا بتاعتي تمام؟ بعد كده برضه كوندكشن في البي كوندكشن في الايه؟ السي دي بعد كده بيحصل ايه؟ الكونفكشن واحد على الايه في الاريا. بس هو بيتقال رقم يعني بتاع دي بيتقال رقم يعني ايه مثلا؟ ايه؟ لا ما فيهاش قوانين في كونتاكت ريزيستنس. لو قالك مثلا هنا انت عندك كونتاكت ريزيستنس هتلاقي ان بقى الحجم ان انا عندي كونتاكشن هنا هتساوي ايه؟ المقاومه بتاعتك هو هتلاقي هو ايه؟ اللي هنا مفهومه دي؟ عارف انا عشان تكمل طبعا هو في الاخر في المسائل دي دايما بيكون بيديك الدي ام والدي او هو دايما بيديك درجات الحراره هنا في الغالب يعني تمام. ويبدا يسالك بقى طب هو درجه حراره السطح ده بكام؟ طب هو درجه حراره السطح دي في 2 ده ودي 3 ده بكام؟ انا خلاص في بدايه المساله بقول درجه الحراره دي مثلا زي 100 ودي 200 خلاص انا بحسب الكيو توتال الاول 100 ناقص 20 مثلا على مجموع السيرما ريزيستنس بتاعتي قوم جامعهم جمع جنب كده عادي جدا تمام. خلاص انا بقى معايا كيو الكيو دي ثابته اقدر من خلال الكيو دي ابدا اقول خلاص والله انا كيو 1 ناقص تي مثلا اي ناقص تي 1 على 1 على اتش في الاريا على المقاومه دي بس اقدر اجيب لك الكيو في الايه؟ تي 1 والله الدلتا تي تي 1 ناقص تي 3 على مجموع المقاومات دول بس اقدر اجيب لك الايه؟ الدي 3 تمام؟ نفس الكلام ده بيبدا يحصل برضه في حاله بتاعت السلندر او في حاله بتاعت السفير ولكن تبقى مركز جدا في السيرفر ريزيستنس بتاعتك اللي انت بتستخدمه لسه شغال
انا عندي هنا لو عندي R1 R2 على اول لير وR2 R3 على الثاني لير ابدا احط برضه السيجمنت سيجمنت بتاعها. عندي اتش كونفكشن واحد على اتش في الاريا تمام. لو خلي بالك جدا من الاريا دي هي 2 باي ار ان في الليز خلي بالك دي بتلخبطه ولا عادي. انا عندي اول لير فيها كوندكشن وسلندر خلاص هي الين ار اوت على ار ان اللي هي ار 2 على ايه؟ ار 1 على 2 باي في الجي في الاريا. الكوي دي اللي هي الكوندكتيفيتي بتاعت الايه؟ الماتيريال. طب في البي الماتيريال الثانيه اللي هي تبع اكتر هي دي العزم يعني دي دايما بتكون الماتيريال بتاعت الماسوره دي دايما بتكون ماتيريال العزم برضه ليه بس الار اوت بتاعت هنا هي الار 3 على ار 2 على 2 باي كي ام. اخر حاجه عندي هنا الكونفكشن اللي بيحصل على سطح الماسوره من بره واحد على اتش اوت في الاريا والاريا برضه هو بتاعت الطلعه 2 باي ار اوت اللي هي هنا عندي الار 3 في الاريا. نفس الكلام في السفير تمام. ولكن الدكتور بس بتاعتي هي ليه ار 2 على ار 1 اللي هي ار اوت ناقص ار 2 على 4 باي كي في ار اوت ناقص ار ايه في ار ايه. الكلام ده مفهوم كويس في اي مشاكل؟ دي قصتين اول قسمين قسم رايح للكونفكشن للفلويد الموجود بره وقسم تاني رايح لايه؟ للسراوند تمام؟ طب انا لو عايز اجيب الار سراوند دي الار راديال طبعا احنا ايه؟ ما شرحناش قبل كده. احنا قلنا ان الكيو بتساوي ايه في الراديشن؟ بسبب الاوتوزمان قصدي الجيمسيفيتي بسبب الاوتوزمان في اريا تي سيرفيس اس 4 بس تي سراوندينج اس 4 تمام؟ لو جينا ده فكناه فك جبري عادي تي سيرفيس بلس سكوير زائد تي سراوندينج سكوير في تي سيرفيس سكوير ناقص تي سراوندينج سكوير تمام؟ بسيط ونفك ده برضه فك جبري يبقى تي سيرفيس زائد تي سراوندينج تي سيرفيس ناقص تي سراوندينج تمام؟ هناخد بس دول الدلتا دي بتاعتنا اللي هي عباره عن تي سيرفيس ناقص تي سراوند وهناخد الاريا دي تمام. البارامتر اللي هو سبب الالتزام في الام اس ام في باقي البارامتر ده اهو ده بالنسبه لنا الايه؟ الاتش راديشن المسيفيتي سبب الالتزام تي سيرفيس تربيع زائد تي سراوند تربيع تي سيرفيس زائد تي سراوند دي الاتش بتاعت الراديشن خلي بالك. طب هنا اتعامل ازاي مع اثنين سيركل اثنين ريزيستنس ان بارلل ولكن مش زي ان بارلل اللي احنا كنا بنقول عليها ايه في الوول هيم تمام. هنا بيقول لك ايه انا ممكن اجيب حاجه اسمها احولهم لمقاومه واحده بس اكويفالنت دي اتس ار اكويفالنت ولكن هاخد الاتش اجمعها الاتش بتاعت الكونفكشن بتساوي الاتش كومبايند هي الاتش كونفكشن زائد الاتش راديشن تمام؟ واخليها مقاومة واحدة بس اللي هي عبارة عن ايه؟ واحد على الاتش كومبايند دي في الاريا مفهومة دي؟ يبقى انت دلوقتي لو عندي مقاومتين متوازنة وبعدين مفهومة هتجيلك في امتحان المقاومة دي عشان يرخم عليك. عندك مقاومتين على التوازن بس ازاي التوازن بتاع الكونفكشن لا التوازن كونفكشن وكونفكشن اروح احسب الاتش بتاع الكونفكشن لوحدها والاتش راديشن لوحدها اجمعهم مع بعض يبقى كان عندي ايه؟ اتش واحده كومبايند واخليها مقاومه واحده احول دي مقاومه واحده وتبقى كانها كونفكشن زي الكونفكشن واحد على اتش كومبايند في الايه؟ في الاريا بتاع السطح التاني تمام؟ راح على كريتيكال ريزيستنس ده اليو اليو لا دي مش عارف كده عشان عندنا العالم حتى في المنزل.
بص يا جماعه لما باجي اعزل اي صوره تمام لازم اعرف لازم يكون الريديوس بتاع العز ده اكبر من حاجه اسمها كريتيكال ريديوس. يعني في ريديوس معين لازم احسب اكبر منه علشان اقدر فعلا اعمل عز، لان لو اصغر من الكريتيكال ريديوس دي بدل ما بعمل عز لا انا بعمل معدل انتقال حراري اكبر. ليه؟ انا عندي دي ماسوره اعتبرها سيم وول تمام، ما عنديش كوندكشن في الماسوره، وعندي هنا فلويد سخن وبره فلويد ساعه. هبدا اقول لك ده خلاص ايش كونفكشن وايش كوندكشن وايش ايه كونفكشن. الكونفكشن اللي بره ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على المساحه دي. فكل ما المساحه دي بتكبر بيحصل ايه في المقاومه؟ بتقل. الار كونفكشن دي بتلاقيها بتقل تمام؟ ولكن لما بعلي السكنس ده المقاومه دي بيحصل لها ايه؟ بتزيد، اللي هي دي المقاومه الكوندكشن بتزيد. يبقى انت عندك مقاومه بتقل ومقاومه بتزيد. بيقول لك لحد طول ما انا قاعد اكبر في الريدز لحد قبل الارك كريتيكال معدل الانخفاض في المقاومه بالكونفكشن معدله اكبر بكتير قوي من معدل الزياده في الار ايه كوندكشن. فتلاقي الكيو بتاعتك بيحصل لها ايه؟ بتزيد. معدل كرة الحرق بتاعك بيزيد لان انا قاعد ازود الاريا مساحه التعرض للفلويد اللي بره لحد ما بوصل للار كريتيكال بيحصل العكس. الار كوندكشن بتاعت الانسوليشن دي بتزيد بمعدل اكبر بكتير من الايه؟ بالانخفاض في الكونفكشن الخارجي تمام؟ يبقى انا لما اجي احسب كريتيكال او ريتيكال بتاع الانسوليشن هحط معايا القانون ده. احسب الاول ار كريتيكال بتاعتي اللي هي عباره عن الكي بتاعت الانسوليشن على الاتش كونفكشن ده في حاله السلندر، وفي حاله بتاعت السبيد تبقى 2 كي بتاعت الانسوليشن على الاتش كونفكشن في حاله السبيد تمام. الكونفكشن دي ايه؟ الكونفكشن الخارجي مش الداخل. ال دي ده طول المصروف في الشركه سنتيمتر تمام. بيقول لك بتتكون من 18 سنتيمتر في 30 سنتيمتر، 30 في 18 ريك. يعني عندك الحيطه دي فيها يعني فيها نص يا جماعه احنا عندنا ايه؟ الحيطه عباره عن ليرز كده كلها طول تمام؟ احنا خدنا لير واحده منها كده وبدنا نشتغل عليها تمام؟ اللير دي بالنسبه له هي عباره عن طوبه، هي عباره عن 18 في 18 في 30 حواليها بلاستر اللي هو يعني بالنسبه له اللي هو الاسمنت يعني او الاسمنت اللي هو بيستخدمه يعني البريكس مديلك الكونتنتيف بتاعته وحاط ومديك السكنس بتاعته اللي هو 2 سنتيمتر وهنا 1.5 1.5 تمام؟ بيقول لك ان الحيطه دي معزوله بطبقه من الفوم الكوندكتيف بتاعتها 0.26 من على السطح الداخلي للمكان. يعني عندي هنا دي اوضه وادي الحيطه بتاعتها معزوله من الفوم من الداخل. بيقول لك ان من الداخل درجه الحراره بتاعتها اللي جوه الداخليه يعني 22 درجه على الاتش 10 وبرده درجه الحراره بتاعتها 2.4 سليزيوس والاتش 2 تمام؟ أول حاجة هعملها إيه علشان أقدر أحسب معدل الانتقال الحراري اللي بيحصل من جوه لبره؟ هعمل إيه أول حاجة؟ نعمل الثيرمال ريزيستنس. فين يطلع السباب؟ في بونس؟ بونس. فين أسامة؟ بس ركز. ركز مع زميلك ركز سمع فوق Okay.
كده اول مقاومه حاليه اللي هي دي ترانسفير ايه كومبيت بعد كده دي ايه بيقوم يكتب عليها بتشوف عليها كوندكشن في اللاير دي بتاعت الكوم بعد كده كوندكشن تاني في اللاير بتاعي الجاستر دي طب انت عندك المفاهيم اللي بره فين وفين على كده عامل ايه مركز ثلاث مقومات على التوازي موجود في البلاستر اللي فوق واللي تحت في البيت بعد كده عامل كونكشن تاني من طبقه البلاستر وبعد كده ايه كومبيك دي كانت حاجه انا مستنيك وبنشوف الاطار طالع ايه يا رب كتبت اسمك بقى اسمك اسمك بومس اسمك اسمك اه بص يا جماعه اول خطوه في المسائل بتاعه الكونكشن دي اذا كانت بلان او اذا كانت سيرفر لو قدرت تكتب السيرفر سيرفر بتاعتك صح وتنظم ورق وتنظم حل زي ما هو كده عمل سمى كل لاير A و B و C عمر المساله ما تطلع معاك غلط لان هو قانون مباشر بتتعرض فيه ومكتوب لك حتى قدامك في اللاير في الكتاب يبقى اول حاجه كده جوه لازم السيرفر سيرفر صح بتبدا بعد كده تشوف لو في اي مشكله تبدا تحلها انت عندك هنا اول مشكله وحيده موجوده عندك في السيرفر سيرفر دي اللي هي ايه؟ اللي المقاومات اللي بره دي انا عايز اخليها ايه؟ اول حاجه عندي مقاومه واحده عشان اخليها كلهم سيرفر يبقى ابدا اول حاجه اقول الايجار الايكويفلنت هتساوي واحد على الار واحد على الار سي دي سي بلس واحد سي والار دي واحد على ار دي طب الار سي هنا اللي هي الاتجاه دي هتبقى ايه؟ ها؟ الار هما الحريه دي هتبقى ايه؟ كوندكشن ايوه القانون بتاعها اه ال عادي ايه؟ في الاي دي طب ال بتاعتها اللي هي ايه؟ دي ها؟ هتبقى هي 18 هو السيكنس بتاع كده تمام؟ يبقى السيكنس بتاع هنا هو 18 بس ده بالسنتي قريب من 10 سنتين طب والكونتاكتيفيتي بتاعت الكلاستر اللي هو مداني الاوفر في الاريا طب الاريا هنا تبقى كام؟ 13 في 1 الاريا هنا 13 في 1 اني اريا انا بص انا شغال على دي دلوقتي بص انا شغال على ايه على الحته دي بس اللي هي من هنا يبقى واحد واحد ونص واحد ونص ست اللي هو واحد ونص لا الويتس بتاع ايه الحته كلها واحد ونص على ست واحد ونص
6 متر خدت ده بالنسبه لي ايه دي ال طب بلس دي مش شايف حاجه دلوقتي عشان انا ما خدتهاش اصلا. طب الواحد على الارض الدوكشن بتاعي دي دي واحد على ال كي في يبقى واحد شيل هنا تبقى كام في ده 18 بار في سم على كي بتاعت البنس اللي هو بوينت تمام مضروبه في التاني التاني بتاعي كانت تبقى كام 30 في 6 تمام زائد واحد على ال كيف ال بتاعه الايه بتاعه طبعا بتاعه بتاعه الايه ودي زيها زي هنا بالظبط واحد كيف يا قطه مضروبه في الاريا الكامله اللي هي عباره عن
ضعلك هنا في الاخر معزل الدرجه الحراره اللي بيحصل وبيكون كيو عباره عن بص يا جماعه احنا دلوقتي حسبنا ايه؟ حسبنا معدل الدرجه الحراره اللي حصل على القطعه دي بس هل حسبنا معدل الدرجه الحراره برضه بلاش كلام هل حسبنا معدل الدرجه الحراره على الحته كلها؟ لا احنا حسبنا بس على الحته والقطعه اللي هي عباره عن 33 سم في 6 متر ده بس اللي احنا ايه حسبناه طب علشان اقدر احسب على كله ايه هقسم 6 متر اللي هو 4 متر دول هقسمهم على 33 هيطلع لي رقم عايز اقول نمبر اوف سلايدز مثلا فهتساوي كام 4 متر على 33.5% بتساوي 12.12 قطعة أضرب الكيو اللي أنا جايبها هنا دي أحسب بقى الكيو توتال بتساوي الكيو اللي هي 28 وأقوم ضاربها في 12 12 يطلع التوتال عندي 343.2 وات يبقى أنت لو جاتلك في مسألة وكنت حاصل وكنت حاسب لحد هنا وقفت هتقف لان انت بتقولش ايه فهمت المطلوب منك في المساله تاني انت دلوقتي احنا حسبنا على الحته دي بس صح؟ على القطعه دي القطعه دي جزء في الحيطه الطول بتاعه او السلك بتاعه ده 6 او 33 سم في ايه؟ في عرض الحيطه 6 متر لكن انت الحيطه اصلا بتاعتك طولها كام؟ 3 متر 4 متر اصلا تمام؟ طب انا عايز اعرف هي كام طوبه يعني كام طوبه وفوق بعض او كام لير فاهمني؟ كام لير قلت 4 متر على الايه؟ على 33 سم طلعت كام 12.12 انا حسبت الكيو دي اضربها فين؟ في عدد اللير يبقى ده التوتال طبعا معدل الارتفاع الحراري هنا ليه صغير جدا؟ هو في عدد المفروض اجيب الكويشن للكيو وبعد كده اعمل لها انتجرال الجزء كله بدل ما اجيبها سلايدات لا 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 الفكره خلاها شيء حط لي الكويشن بتاعت لا ايه؟ الكويشن بتاعت الكلام هم اتفقوا لا ايه؟ الكويشن بتاعت الجيت كويشن قلت لهم لا 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 خلاص بقت عندك حاله ثابته خلاص يا جماعه القصه بتاعت الهيت برودكشن والكلام ده لو انا هحسب وطلع بقى من الكويشن لكن انت من اول شابتر ثلاثه والشغل بتاع اللي هي شغلك ثابت ستيدي ستيت زود جنريشن المرحله الاولى و1 دايمنشن تمام؟ يعني ايه عندك بايب ماتيريال داتا سيت يبقى عندك البرودكشن اللي بيحصل خلالها كان مش موجود كان ملهاش ايه ملهاش سكه تمام طب ماشي جواها ستيم عند 4 بار تمام مديك ليه بيقول لك ليه الستيم ده عند 4 بار عشان تخش انت الجداول تعرف الدي ساتوريشن بتاعتك والاتش اس جي تداول الميه بتاعت الستيم بقى في ناحيه الستيم اقدر اجيب الدي ساتوريشن والاتش اس جي تمام وبيقول لك ان الدايمتر ان بتاع بتاع الماسوره ده هو عباره عن 55 ملي متر وين؟ بيقول لك كام؟ 50 متر لونج وطول الماسوره دي 50 متر تمام؟ بيقول لك ذا هيت ترانسفير كوفيشن فور ستيل فلو از نون تو بي كذا بيقول لك الاتش بتاعتك 11000 بيقول لك انت بارت از كفرد ويز 25 ملي متر سيك layer of insulation يعني يقول لك لو الماسوره دي معزوله في انسوليشن 25 ملم تمام والكونتاكتيف بتاعتها 0.51 من هذا تمام طب ان از اكسبوز تو اتموسفير وان هو معرض للهواء الجوي يعني في الاير عند 25 درجه وان الهيت ترانسفير كوفيشنت 5 واط لكل متر مربع كده تمام فبيقول لك سكتش السيرفر سيركت وحدد لي معدل ارتفاع الحراره اللي بيحصل هو كام؟ بيقول لك حدد لي درجه حراره السطح الداخليه كام؟ ده سطح الماسوره ودرجه الحراره على السطح الخارجي للانسوليشن كام؟ دلوقتي انت عندك ماسوره ماشي فيها ستيل لو درجه حراره السطح بتاع الانسوليشن ده عاليه ممكن يأذي الناس حواليها
تمام؟ وبيقول لك طب لو افترضنا ان خلاص ان في معدل ايه؟ معدل البخار الحراري من جوه لبره، يبقى في قدامه معدل ايه؟ معدل تكثيف البخار. احسب الفريم دوت كام؟ واحسب الكريتيكال ريديوس كام؟ اول حاجه هعمل ايه؟ اول حاجه السيلفر سيلفر، السيلفر سيلفر بتاعتي اللي عندي كام قوه محريه؟ ثلاثه. اول حاجه عندي الكونفكشن اللي هو من السليب للماسوره، وبعد كده كوندكشن في الانسوليشن، وبعد كده عندي كونفكشن ما بين الماسوره ما بين الانسوليشن وبين الايه؟ الاتموسفير. طب الار بتاع الكونفكشن بتبقى واحد على الاتش ايه وهو منتهي في الاريا، والاريا هنا بتبقى بتساوي 2 باي ار اف في ال او واي دي ال عشان هو بيجيب كلام تبع بعضين. تمام؟ بعد كده عندك ار كوندكشن في الانفليشن هتبقى عباره عن ايه؟ لين ار اوت على ار اف على 2 باي كي اف ال. بعد كده عندك كونفكشن واحد على اتش في الاريا. تمام؟ طب هو بيديك درجات الحراره اللي داخليه بتاعت الستيم وبتاعت الهواء اللي هي الستيم عندك ايه؟ 420 درجه كلفن ودرجه حراره الهواء اللي هو 25 اللي هو 298 كلفن. تمام؟ عايز احسب الهيت اقول له 420 250 متر زائد لل ار الاول بتاعتي بكام؟
حد مش فاهم حاجه من الكتاب ده؟ الانسوليشن بوست ريت من 419 لحد 526 كيلو ركز تمام. طب المطلوب الثاني ايه اللي كنت هعمل ايه؟ مش احنا قلنا ان احنا شغالين في الستيت يعني ما عنديش ايه؟ ما عنديش ستورج تمام. طب اخر حاجه عايز معدل التكسير الام دوت هعمل ايه؟ لا يو هتساوي الام دوت في الاتش اف جي بعد التكسير. يبقى انت دلوقتي الام دوت عندك الكيو اللي انت لسه حاسبها ايه؟ على الاتش اف جي دي كيلو جول كل كيلو برافو هتضربها في 10 3 هتساوي طبعا معدل تكسير صغير جدا هو ده المطلوب انما ما يبقاش عندي ايه معدل الهروب الحلالي بيحصل تكسير فعلا للستيم تمام. طب اخر حاجه عايز يحصل ليه الار كريتيكال كريتيكال ريدنس احنا قلنا ايه بالنسبه للسلندر دي عدد دي عباره عن ايه على اتش او هي الخمسه تساوي 10 و2 ملي متر تمام. طبعا هو الار هنا 25 تمام هو كده اكبر من الار كريت نسوي له كيو ده الثابت عندي مع معدل الكره الحره فرق الكره الحره ده على السيم ريزيستنس عشان اقدر اجيب التلت ستيبس وده تيسير من النوع 20 و تيسيرفس او على مجموع المقاومتين دول تمام. اوبا عايز تقول بتستخدم في تكسير الميه ساعه عن درجه حراره صفر سلسل بيقول لك تكسير لوكيتد ان لارج روم 222 درجه يعني بيحفظ في اوضه كبيره عن درجه حراره 220 درجه وبيقول ذا اوتر سيرفيس تانك از بلاك بيقول لك ان السيرفيس تانك بتاعك السيرفيس بتاعه ايه بلاك وبيقول هذه هيت از كونفكتيف اند ريديتد ويك يعني في هيت بيحصل كونفكشن في الراديشن بس هناك اهو اون ذا اوتر سيرفيس اوف ذا تانك بيقول لك الكونفكشن هي ترانسفير كونفكشن للانر والاوتر هنا 80 وبره 10 ريسبكتيف ماشي بيقول لي ذا راديشن هي ترانسفير كونفكشن بيقول لك هو الاتش راديشن هو بيديها لك اهو بتساوي 5 بتساوي 5 و 34 وات كل متر مربع كده ديترماين الريت اوف هيت ترانسفير وعايز الامام في الفيش اوف ايس ليفل
وكميه الميه او الثلج اللي حصلها ايه الظهار هعمل ايه عادي كونفكشن تاني لا هنا القصة كلها ان هنا ما بتعاملش مع الكونفكشن والراديشن كأنهم من بره تمام؟ بتعامل معاهم هم يعتبر البره لان في نوعين من الدماء الحرارة بيروح للهي لكن انا ما بتعاملش معاهم زي البره بتاع الدي باتش لا انا بتعامل معاهم كأن انا عندي ايه نوعين من الدماء الحرارة تمام؟ طب بعد كده واحنا هون لسه فرحين بنعمل ايه في الحالة دي عشان نحاول الاثنين الاسنس دي لوحدة؟ كويس ليه مع الاتش ودي اول حاجه موجوده عندي الاتش كومباين هتساوي الاتش راديشن بلس الاتش كونفكشن وهو مديني الراديشن 534 بلس الاتش كونفكشن 10 يبقى انت عندك اتش 15 و34 وات كل متر اتش متر مربع كده طب يبقى احنا كده نقدر نشيل دي خلاص ونقول ان احنا عندنا مقاومه واحده ار كومباين بتساوي ايه هنا؟ واحد على الاتش كومباين في الاتش في الاتش والاريا دي هي 4 باي ار سكوير لكن الاتش كوندكشن اللي موجوده هنا هي ار اوت ناقص ار ان على 4 باي تي ار اوت بار ان بعد كده عندي كونفكشن في الاتش واحد على اتش الاريا تعالى نحسب كيو الدلتا دي اهو مديها درجه الحراره 2 ده الاول والثاني درجه الحراره 22 درجه والايه 0 درجه سليم ركز يا باشمهندس بلاش كلام كيو هتساوي 22 ناقص 0 1 ادي ايه؟ ادي ايه؟ 4 باي هو مدي ايه؟ هو مدي الديامتر ايه؟ اللي هو عباره عن 3 متر تمام؟ و 2 سنتي هيساوي دي اللي هي 4 باي ار سكوير 4 هنا كان 3 1.5 متر زائد 2 سنتي سكوير تمام؟ بقول لك ايه انا شويه لو الكاميرا باظت ار اوت نفس الكلام لو الكاميرا باظت نقعد 1.5 على 4 باي في الكي 15
في ار اوت في ار ان زائد واحد اتش ان 80 الاريا 4 واي 1.5 سكوير تساوي كام؟ 8000 وات تمام؟ فاهمين الكلام ولا لا؟ يا جماعه دي هو يعني ما تعتقدش ان هو الكونفكشن بيحصل في الاصل ما بين الطبقات الاولانيه خالص الملامسه للفرد تمام؟ وهو اصلا ناتشرال كونفكشن ممكن يبقى فيه تيارات حرب صغيره جدا موجوده جوه تمام؟ يعني هو ممكن اي بس في خلاص اوريدي في طبقه اتكونت حوالين الاي تمام؟ يعني اعتبرها كده ان خلاص الروب اوريدي درجه حرب الميه حتى لو هي ساعه وفي جزء وجود في جزء لسه تاني ممكن تبقى صفر قبل ما تتحول للتلج تمام؟ لو هو قال لك السطح الثاني ده مش سفير
بس ان شاء الله ده ازاي ايه ممكن جاي ساعه انا قدمت لهم في المحاضره كده ايه رايك بقى وغيرهم حاجه ثانيه انا فكره الدكتور ده جديد هيفرق دنيته مع الامتحان خلي بالك وهيعمل كده لازم يعني يثبت بقى في ناس فاكرين ان حد جديد وبتاع بس انت ما تركزش دايما لا انا ممكن اغير تمام هتلاقي ان انت عندك اهو هيبقى الكونفكشن اللي ما بين ده وما بين السطح الفلاني لان انا عندي ايه؟ فلان فلان مور لان عندي تحت السريزر ده فلان مور عامله كده تمام؟ البساطه بتاعتي يبقى واحد على اثنين في الاريا الاريا دي هتبقى اريا ايه؟ دايره تمام؟ باي على اربعه دي سكوير تمام؟ وهتبقى هنا الكونتكشن هنا هتبقى عالي جدا كده على الجيم في الاريا الاريا اللي هتبقى بالنسبه لك هو ايه؟ السكنس ده بتاع البعضه بتاعت الايه؟ بتاعت الدم وهنا واحد عادي على الاتش في الاريا وزي ما قلت لك الاريا هنا باي على اربعه دي سكوير مفهوم ده؟ انت عباس في هنا كيو 1 وانت بقى هنا كيو 2 وهنا هيبقى في كيو 3 نص سكيل بقى تبقى دي صح دي اسمع هي سمحة هو بيقول ايه؟ بيقول ايه في الثاني دلوقتي احنا شغال على الهيمي سكيل نص دايرة دايرة كاملة او مش عارف مش كورة كاملة يعني دي فين اسمع لا المباراة بقى بتاعتك دي كاملة هو الماتيريال بس حالتنا احنا